أعزائي مرحبا بكم مرة أخرى في حلقتنا لهذه الليلة، وضيفنا الشاعر علي بن سالم. نواصل حديثنا معه في الجزء الثاني من لقائنا معه. عموما في نقطة علي بقولها أحبائي، في لقاء قبل كم حلقة مع الشاعر سعيد أبو دية. باب الأمانة، عشان إيش؟ أنا وعدت الشاعر فلاح القرقاح أنه أذكر هذا الموضوع. سعيد أبو دية يقول أنه عزم فلاح القرقاح على زواجه، وأنه فلاح القرقاح لم يحضر، وأنه راح لحفل آخر. فهاتفني أبو محمد فلاح القرقاح يوضح النقطة هذه لي شخصيا، يعني قال بوضح لك يا عبد الله، بس أنت عشانك كمذيع وكأخ ما يهمني المشاهدين. فقلت له لا، أنا حأشير لهذا الموضوع حتى في الشاشة. فقال فلاح القرقاح أنه سعيد أبو دية ليس بيني وبينه العلاقة القوية اللي يعني تصل لمرحلة المعاتب يعني. ثانيا أنه في نفس ليلة زواج سعيد ابن سعيد أبو دية لم أكن، وحلف لي بالثلاثة الإيمان، أنه لم يكن في نفس الليلة حاضر حفل آخر، إنما كان في حاضر حفل لجماعته لصلح مع قبيلة أخرى، وكان يستوجب حضوره يعني بدون محاضرة بدون شيء، هو كان يستوجب حضوره كوجه يعني من أبناء القبيلة لي يعني عقد الصلح، ظهر أنه قتل أو إلى آخره. فهذا اللي حبيت أوضحه للمشاهدين ولسعيد أبو دية نقلا عن فلاح القرقاح. اللهم إني برأت نفسي. ويمكن هذا توضيح لسعيد أبو دية، يعرف أن الرجال فعلا ما كان في حفل يعني تجاري، أو كان في حفل غير حفله، إنما كان في يعتبر مهمة رسمية. أوكي طيب علي، نكمل حوارنا. علي، أنت في قصائدك تتعمد تجاوز، يعني تتعمد تجاوز الخطوط الحمراء، يعني في بيتين، هل هو البحث عن الأكشن، عن الشهرة، عن أنه والله أنا يعني قصيدتي لازم أحط فيها بيت بيتين عشان أعمل لها ترويج؟ وهذا من حقك ترى، حق مشاعر يعني، ما أقول لك هو من حق الشاعر، لكن بس أتمسخها. إيه، ما قلت لك، أنا قلت لك أولا قبل أنا أحاول أبحث عن أكثر صدق في قصيدتي. حلو، يعني أكثر، لأن القصيدة الصادقة تبقى مع الناس طبعًا. أكثر وقت طبعًا. وأنا بعدين يوم تقول خطوط، أنا ما عندي خطوط حمر، عندي ثلاث خطوط حمر. حلو. أول شيء الدين. نعم. البلد، الوطن. الوطن. والملك. باقي ما عندي خطوط حمر خضراء كلها مكتوبة. طيب علي، أنت من الشعراء اللي يعمد لقصائد الأكشن، أنت نايف عرويل، مدري من بعد مجموعة من، لا ما عندي قصائد أكشن. كيف يعني أكشن؟ يعني قصائد تتكلم عن قضايا معينة لغرض لفت النظر، يعني تحاول أنت تكتب قصيدة في قضية معينة تلامس الناس، تلامس نبض الشارع، ليس لغرض حل القضية هذه، إنما ربما لغرض يعني بنتشر أنا شاعر. بالعكس، عندي أدوات الشعر أكتب القضية. ولا قصيدة كتبت وهذا القصيدة قدامك ما تعرضت لأي، أنا أتكلم عن نفسي، أنا في قصيدتي أتكلم عن نفسي. لا، أنت تتكلم عن نفسك، ولكن القارئ أو المستمع يعرف أنك أنت تقصد أنه المواطن، الناس. يعني قصيدة خريش ذي كأنما تقول أنا فلان وفلان وفلان وفلان، ولا لا؟ فعلا، لكن أتكلم لك عن شعراء الحدث. شعراء الحدث زي خبر عادل هذا، أنا بصراحة ما يد هذه الشعر في أي شيء يكتب. نعم. حاجة تافهة يسوي منها، فأنت تستهلك نفسك في حاجة ما تستهلك. ما لها داعي يعني. في أمور ما أصلاً ما يحتاج أنك تكتب فيها، هو تلقى يكتب في قصيدة المفروض ما تكتب في الموضوع. طيب يعني. مثل القضايا، مثلاً تكلموا الناس عن قضايا الغلاء، تكلموا الناس عن قيادة المرأة للسيارة، تكلموا عن ساهر، تكلموا، هل أنت كتبت في هذه المواضيع مثلاً أو ما يشابه لها؟ أبد إطلاقاً.
اطلاقا ما كتبت في، طبعا ساهر اكتب يوميا واغرد فيه يوميا. يومي، يعني ما يعني يعني دائما اكتب، سواء كتابة سواء نثرية أو شعرية؟ بدين او كتابة، لان شاعر لعب فيه انا بالذات. انا ليش؟ رجال راح اروح يا اخي واجي كل شوية. طيب هدي السرعة يا علي، والله أنت ما سريع تعودنا يا سريع اخي، ماشي، كم لا تمشي كم؟ لازم امشي. 200؟ احنا في قارة يا طويل العمر، ما انا في دولة 15 كيلو في 15، حامشي يا طويل العمر بين الرياض والدمام، بين الدمام وجدة ما قارب 2000 كيلو. ابى امشي 120، ابى اقعد لي 3 ايام. صعبه. كم يعني تدفع شهريا؟ كثير اي والله ادفع ادفع. معقول؟ اي والله. سمعني بيتين في الساهر نمدحهم ولا لا لا ننتقدهم؟ يلا والله ما حضرني الحين، لان ترى بخش حسابك في تويتر. في تويتر وانت. ليه انت خايف من ساهر؟ لا انا ما خايف، انا لو حافظ الحين بيتين انت حافظ؟ انا لو اني احفظها الحين والله لا اقول. والله اني قد كتبت 4 ابيات في ساهر بس ماني حافظها فعلا، والله ولا ما كنت انا بقولها حافظها، نيابه عنك يعني، لان هاي اقول لك لانه ساهر يعني قاهرني بعد قهرنا يعني. يا اخي، كل شوي اكل منه يعني. شوف انا بقول لك، ونقصد الراجعي ولا نقصد ساهر ولا نعطي التلفون ولا نعطي البيت الجوال ولا نعطي الورعان، صعب. لا لا يعني بقول لك حاجه، ساهر مفروض اللي بعد ال 120 نعم مخالفات، لكن ما قبل انا معك، انا اقول لك ساهر نظام في المدن، نظام ناجح 100%. نعم، في بس داخل الخطوط المدينة، الطويلة في هذه الخطوط الطويلة صعبة، احنا بلد بعيد مسافات يا اخي. نعم. وسياراتنا لله الحمد احنا يعني شعب عندنا يعني سيارات من اخر الموديلات يعني زينة، يعني بعد الله يعني فيها امان. يا اخي نمشي. يلا الله يحفظ الجميع. عموما اكيد. بسألك علي، هل أنت فعلا ترى أنك مظلوم إعلاميا؟ يعني علي سالم مظلوم إعلاميا، سواء مرئي، مقروء، مسموع؟ ابدا ما أنت مظلوم. ابدا. انا ما قلت، انا ما شب ما قيمت نفسي انا مظلومة او ماني مظلوم. انا اتكلم عن نفسي اني راضي، اني لو قدمت قصيدة اكون راضي، بس انا نعم. سواء وصلت للناس او ما وصلت للناس. إيه أنا أقصد إنه مثلا لما تنتشر لك قصائد، الإعلام ما يغطيها بالشكل اللي يليق بالقصيدة وبقوة القصيدة، فهل ترى إنه الإعلام ظلمك وظلم قصيدتك أو قصائدك، أو إنه والله هذا أنا والله ما يا اخوك يا ابو نواف ما اقدر اقول لك، الواحد ما يقيم نفسه، نعم بالذات الشاعر اللي يقيمه الناس والجمهور المتلقي، هو اللي يقيم شعرية الشخص. اما الواحد يحط نفسه في لو على كيف، كل واحد يحط نفسه عظيم. بس انت ما انت فاهم السؤال. الا فاهم السؤال، فاهم زين. انا اقول لك الحين انه ترى الاعلام انا اقول لما انا اللي تنتشر ظالم، لك انا اللي قصيدة، ظالم نفسي، انا ما رحت ابحث عن الاعلام. ايوه ايه انا ما جيت مثلا اروح افرض نفسي على الاعلام واقول انت ضد ان واحد يروح للاعلام يقول والله انا شاعر ويجيب لا والله لك؟ ما انا ضد، انا اتكلم عن نفسي ما انا ضد، لكن انا اقول انا رابط كذا اني ما احب اروح ابحث عن الشهرة اطرد وراه. والاعلام مو بجايك يا علي، ايه والله ما احنا فاضيين. هذا يقول، انا اقول لك شعوري، شعري شعوري وقدمته، يبي يلقى له من ايه يلامس يعني شعوره ويقبله. طيب علي، المنتديات الشعريه، تكلم على هذا الجانب وهو جانب مهم، نعم. لانه كان بالنسبه لك خلال الصحافه الورقيه والمطبوعات الشعبيه كان يعني يعني مكان رحب في انك تتنفس من خلالها شعريا. المنتديات الشعرية أنصفتك وأخرجتك للناس، صح ولا لا؟ شوف هل ترى أنها بالفعل أنه هذا الموضوع صحيح؟ ما لا انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، وانا ما حسيت يعني في تغير في توك تقول يا علي أنه يعني المتابعين في المواقع الشعرية أكثر من المجلات الشعبية، فمعنى عرفوك ناس، معنى أنه ايه بس المنتديات الشعبية خدمتك. طب ليش يا علي سالم قاعد تنكر أن انا المنتديات لا الشعبية انا اقول خدمتك لك يا انا أخي؟ وصل قبل المنتديات، وقصيدي وصل للناس قبل المنتديات. بكيف؟ أي طريقة؟ والله يا اخي ما عن طريق يا طويل العمر، يا تسجيل الكاسيت. أنت كان عندك تسجيلات لا كاسيتات؟ ما هو سجل، مثلا قصيدة يعني واحد يسجلها، يطلب القصيدة مثلا نعم زي مثلا قصيدة احمد خريش، او
وصلت للناس والله ما ادري او تناقلوها الناس الوكاد انه وصلت والمنتديات لها فضل لكن انا اقول لك ما حسيت حسيت التغير والمعرفه في الفضاء ايوه في القنوات الفضائيه لان اكثر وضوح للناس نعم لان ما كل الناس يدخلون يدخل المنتديات يا ابو نواف اللي عنده لابتوب وعنده يا طويل العمر وعضو في المنتدى يدخل ويتابع المنتدى لكن الفضاء بالريموت يشوف الصغير والكبير وال نعم ما نعم يعني ترى انه المواقع المنتديات ما خدمتك يعني والله انا اقول عن نفسي انا ما حسيت يعني لا تصير شاعر جاحد اقسم بالله اتكلم لك من جد يعني انا ما راح انكر معروف لو لكن لا انا كنت اتكلم عن ما حسيت يعني فتغير رغم اني مكلف بعد في المنتديات للمعلومين ابو نوى متى كان دخولك المنتديات؟ عام كم؟ والله ما اذكر بالضبط يا ابو نواف علي ايش تذكر رجل؟ لكن اذكر لاني ما اقول لك من البدايه قلت لك ما هو من اهتماماتي الشيء لكن اذكر جاء معيض الكرشمي الله الله يذكره بالخير اذكره خير ابو نور اذكر انه جاء هذه اول معرفتي ولا كنت اعرف اصلا شيء اسمه منتديات ولا وكنا في امسيه في امسيه حفل خاص ايه في ساجر وقال لي فيها نبيك تسجل معنا في المنتدى كنت اسجل معك في المنتدى ما عندك مشكله يا ابو نور ما كان عندك خلفيه عن ما اعرف الكمبيوتر نهائي حلو وسجلني واخذ مني قصايد ونزلها واستمريت يعني صرت ادخل يعني على انت شخصيا وانت انا شخصيا إيه؟ بس انه على خفيف يعني ما هو طبعا في اتهام واضح يقول لك انت وابناء جيلك اللي تخرجوا من خلال المنتديات الشعريه والمنتديات اخرجتهم للناس تنكرتوا للمنتديات وتعاملون يعني زملائكم بهالمنتديات على انكم نجوم يعني احنا اكبر منكم واحنا لا ما اعتقد يا ابو نواف يمكن بالنسبه اتكلم عن نفسي انا أيه؟ انا ما الشعر كله مو من اهتماماتي مثل ما قلت لك نعم سواء لو طلبوا المنتديات الحين مني قصايد اعطيتهم جديده واتعد لا جديده ما عندي جديده انا من 5 سنين ما كتبت ولا قصيده 5 سنين ايوه من 4 سنين فايت علي توك قايل من سنتين والله من 4 سنين يا خوفتي نهايه الحلقه تصير 10 سنين اسمع والله لا خليك والله تضيع علي تقريبا قصيده كقصيده قصيده يعني ست موقفه لا قصيده يعني قصيده تحس انك كتبت شيء في يعني تعد على قصيده وكتبت قصيده من 4 سنين ما كتبت الا قصيده واحده ليش؟ ترى هذه مو حاله صحيه يعني ادري ادري يعني لما تكتب قصيدتين ثلاث في السنه نقول والله حاله صحيه يعني التركيز على الـ على الـ الـ الكيف وعدم التركيز على الكم لكن انت 4 سنوات قصيده هي لاني انشغلت بعيدا عن الشعر اي عن الساحه الشعريه كامله بالذات الوقت هذا تتابع الاخبار وتتابع يعني انت عايش في البر ولا وين؟ لا والله عايش في المدينه في المدينه طيب انت يعني موجود يعني مع الناس يعني عايش في الحياه اكيد موجود اكيد موجود حتى لو اني في البر موجود مع الناس يا ابونا لا يعني هناك تكون منعزل يعني عن العالم يعني يعني انا مثلا بغيت انعزل عن العالم اطلع مثلا عند البل قلت لي يومين ثلاثه خلاص يعني اطفي جوالاتي وبعيد عن العالم لكن انت موجود يعني. موجود لكن ما من اهتمامات الشعر يعني يعني اطلع واعتقد كثير ممكن تكون انت ابو نواف اول ما تصحى من النوم تشغل الاخباريه سواء العربيه طبعا 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 طيب خلينا نتجاوز هذه النقطه ونقول لك انت وفي دامك تقول والله بعطيهم اي شيء من القصائد فانت وفي للمنتديات هذه ويا ريت ما تعاملهم بغرور وانك انت نجم وهم نجوم لانهم مشتكين علي منك. طيب علي كم مسابقة شعرية شاركت فيها؟ تقريبا ثلاث اربع اي يعني المسابقتين رسميه واحده الرابعه ما يعني اي ما طلع ما دخلت اي طلعوني طلعوك من ذلك اقول لك ثلاث ثلاث يعني انا اعرف منك بما هو عندك طيب علي بما انك شاركت في مسابقات شعريه ثلاث اللي هي شعر الشعراء ثم شعر العرب
ثم سلامة السلطان الله يرحمه الأمير سلطان. لما تقدمت على شاعر المليون لم تقبل. لا ما قدم يا علي أبدا أبدا أكيد أبدا. قدم على ما أعتقد النسخة الأولى. النسخة الأولى إيه؟ لأن السؤال عندي واضح. إيه؟ النسخة الأولى. عطني التفاصيل عشان أقول لك. على ما أعتقد. اعترف اعترف. إيه كان كلمني محمد بن مريبد. إيه ما غير الشاعر. الشاعر. إيه. وكان مجموعة منتدى المرقاب. إيه. وكانوا في المنتدى. فقال في مسابقة. قال في مسابقة شعرية شاعر المليون. والله أنا يعني قلت والله يا أخي. قال بقدم لك يقول. قلت انطلق ايوه اي نص. اذا انت شاركت في شعر المليون ولم تقبل؟ ما جيت ابدا. انت ما جيتهم بس قصتك جتهم. جت وكلموني مرتين. كلموني مرتين. جيت من 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 من, من ديارنا. انا والله نويت انا صراحه انا اشارك في اي دوره الاولى. الاولى اه جيت هنا في الرياض ولا صار عندي ظرف ما قدرت اسجل هالرياض. وطلعت الشرقية للخفجي. كلموني هم من الدمام. يعني شاعر المليون كلمك. ايه كلموني في النسخة الأولى. في النسخة الأولى ولا جديد لأني ما توقعت إنه بيعمل إنه بيصير ولا ما يعني ما تبي الهرجة يا أخي. صح فيها فلوس وفيها ضوء إعلامي مكثف ولا بجيهم لكن طيب علي بما انه فاتتك النسخة الأولى. هي فاتتني فعلا. جميل. طيب النسخة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. ما سجلت. ليش؟ بما انهم يعني قبلوك على كلامك في النسخة الأولى، معناها انه النسخ اللي بعدها ترى أسهل، يعني كل ما لا تصير أسهل. أنا أقول لك. لدرجة انه صاروا يقبلون شعراء قصائدهم مكسرة يعني. فعلا. عبي. لكن أنا أقول لك. والله ما بنى يعني الوحيدة اللي خاف من المليون. كثير وفي ناس وقعوا في الفخ اللي يقولوا ايش الفخ؟ في ناس شعراء كبار كبار وحذفوا من الدخول بال 48 ولا بعد؟ قبل 48. انت خفت من هالنقطة؟ انا خفت والله يا طويل العمر اجيب لي نص اتعب عليه. انت في حالتين، يا اما انك واثق في قصيدتك وفي نفسك، يا انك غير واثق في اللجنة. شوف البرامج المسابقات لا تقول لي برنامج نظيف. أفا لا تقول برنامج يعني مليون في المية صافي. لازم فيه لابد بحنا نكون واقعيين. يا سواء للشخصية أو يعني ينظرون للشاعر يعني يخلون اهتمامات الشعر آخر شيء يعني انظروا أشياء قبل الشعر. إيش هي؟ مثلا الحضور المسرحي مثلا الشكل هذا الشكل أنت والله حلو. لا يا أبونا ما يقبلوني. ودي أبو نواف أني أكون حلو. والله يعني ودي يعني أبو نواف. طيب موضوع المسابقات اللي شاركت فيها حنتكلم فيها، بس ما تلاحظي علي أنك شاركت في ثلاث مسابقات أنه كثير؟ شوف يعني الهدف من المشاركة في ثلاث مسابقات هل الهدف مادي؟ مادي بحت مادي بحت. أنا أتكلم أنت تبحث عن الفلوس. أتكلم عن نفسي والله. أتكلم ما شارك إلا بحث عن الفلوس. حلو من حقي. ومن حقي وأعتقد إن أي شاعر ما يبحث إلا عن الفلوس يعني ما راح يجي يشارك مجانا. نعم. كده طيب يقول لك شاعر الشعراء أول مشاركاتك أو مشاركتك هم طلبوك بالاسم. يعني أنت ما تقدمت لشاعر الشعراء المسابقة اللي فاز فيها عبد العزيز الفراج. هم طلبوك بالاسم. بالاسم. إيش معنى؟ شوف أنا أظن إن إنهم خذوا اختيارات. اختاروا ناس. كانوا يختارون من كل دولة كم شاعر؟ 10 ما شاء الله. اي 10 شعراء. من ابرز اللي شارك من السعوديه انت وعبد العزيز الفراج. انا عبد العزيز الفراج بن شفلوت سعد بن شفلوت. حلو. بدر سعود المطيري.
مصطح ممدوح، ممدوح ايه مصطح جاب العيد. سلطان علي، الولد علي بن بلال شاعر معروف، نعم علي بن بلال نعم شاعر نعم معروف، نعم واحد اسمه ولد السلطان، و منا فهد عواد عنزي نعم اوكي خلاص نكتفي. وسعد البريك عشان ما انسى اسمه، سعد نعم البريك سعد البريك. ايه نعم الدوس. يستاهل. طيب لماذا خرجت، يعني لماذا اخرجت من مسابقة شعر الشعراء؟ ايش المشكلة؟ هل لقصيدة صدام حسين علاقة في خروجك من المسابقة؟ لا ما اعتقد، ما اعتقد لان تصويتي المسابقة، يعني ما يعني اللجنة ما لها علاقة؟ لا لا ما لها علاقة، لان البرنامج تصويت، أكيد تصويت ولا تصويت؟ تصويت اللي انا اشوف، انا ما تصويت ادري عن الخفايا، اسمعني، تصويت في المسرح ولا خارج مسرح؟ لا تصويت من خارج، تصويت تصويت جمهور. تصويت جمهور نفس شارع المليون، أيوة أيوة. نفس المسابقات الشيء. طيب أنت ليش أول شيء ليش شاركت بقصيدة صدام حسين تحديدا وفي سوريا البرنامج، وأنت عارف أنه حزب لسبب البعث لا يحب حزب البعث ايه فعلا العراقي أساسا؟ في ذاك الوقت أشوى ما اخطفوك الاستخبارات حقتهم يا رجال أحمد الله. سلمت، أنت سلمت أنا أقول لك أنك تدرع أحيانا، ايه يعني والله يعني مثل ما قلت انت يعني تمدح صدام حسين في سوريا والله صح، يقفطونك الدوني. بس كويس انهم طردوك من المسابقة، لها ارحم دافع، يعني رحمة من الله، لا لا ما طردوني هم، يعني انك خرجت من هي المسابقة. في هي تقريبا هي في الحلقة الأخيرة، القصيدة كانت الحلقة الأخيرة. في الحلقة اللي يطلع منها من كل دولة هو شاعر، ايوه التصفيات النهائية. التصفيات النهائية حلو. شفت، وكان لها دافع والله مثل ما قلت أنا تقريبا جالس يعني في بوفيه وجالسين صرنا نتناقش في الشعر ونتناقش، وكان في شباب سوريين يتكلمون يقولون أنتم كلها تمجيد، يعني انتم السعوديين قصائدكم كلها تمجيد. كلها تمجيد في الحكومة ودولتكم، احنا يمكن عندنا تمجيد على قولتهم، لكن هم عندهم عبودية يعني اه وضعوه إله بشارهم، فعلا. استغفر الله العظيم. فانا انا قلت لهم لا بالعكس نكتب لكن احنا في موقف ان نمثل دولة، وجايين كل نعم 10، جايين كل 10 دول يعني، نعم وكل 10 شعراء لا لا تقدم على انك سعودي، تقدم نعم ما عندك على انك ممثل سعودي، طبعا. اي ولا فهذا الدافع اللي خلاني نعم نقول في السعوديه، بعدين طلعت بالقصيده هذه وخفت والله تاري، يعني بعد ما طلعت من المسرح فعلا مثل ما قلت خفت من حزب البعث السوري. والله خفت، وانا جاني ناس وقالوا انتبه، شفت عبد الله حمير يعني دائما توقعات، انا ما ادري عن السالفه هذه، بس عبد الله حمير دائما توقعاته اي صحيحه. المشكله ان كان فيه لاجئين عراقيين عراقيين بكمية كبيرة، على يعني في سوريا. في سوريا ما قارب 4 مليون، فأنا جاني واحد وقال انتبه، بس انحش انتبه. انت على فكره. قعدت كم في المسابقه في سوريا؟ 2 شهر تقريبا، كلها شعر؟ لا جلست هناك ايوه، لانك قلت لي في الكواليس والله انا قعدت 2 شهر سياحه، ما علي منهم. والله سياحة، انا قايل لهم هنا هنا في مطار، جاي مسابقه ولا سياحه؟ قعدت والله 2 شهر جاي سياح يعرفون يعني، على حسابهم. لاني ما قلت ولا قصيده جديده ابدا ابدا، ولا كلها من الارشيف، يعني ضحكت عليهم. لا والله ما ضحكت عليهم، انا قايل لهم هنا في مطار الملك خالد، قالوا وش سالوني وش استراتيجيتك يعني المسابقة. للمسابقه، قلت استراتيجيتي رايح سايح، رايح سايح، نعم بروح اتمشى، أتمشى مسابقتكم وصيفية، صيفية ايه وعلى مسابقتكم حسابكم، منفذ وعلى حسابكم وفندقكم وسياراتكم. نعم ولا قصر والله الصراحة. من كان ماسك المسابقة؟ اللي كان ماسكها رجل أعمال سعودي اسمه عبد الرحمن الطيار، حقين السياحة هذولي، حقين السياحة على ما أعتقد، ايه ورجل يستاهل والله كل عمران. طيب بيع الشعر، هل الشعر أول شيء هل الشعر يؤكل عيش؟ انا اتكلم عن نفسي بيع يعني كبيع ولا يا اخي انا اقول لك فرق، اني اقول لك هل انت تهدي الشعر، انا اقول لك غير بيع اهداء، تبيع ولا تهدي، انا اعرف سؤالي محدد، هل انت تبيع الشعر يا علي سالم؟ غير البيع، ها
في شيء غير البيع؟ انت تقول في دورة عيشة، فيه دورة عيشة ما هو بيع ولا هو بيع. اترك امسيات، قصائد متنة، ايوه زي كذا. فيها انا حصل. اتكلم على الان، لا انا البيع انا ما بعت، ما بعت ابدا ابدا يا ابو نور. متاكد يا علي؟ ابدا. وطلعت ورقه تثبت انك بعت قصيده. ها وش نسوي؟ طيب ليش تقول انك ما بعت والان تقول شو نسوي؟ اقول لك ما بعت، واتحداك يا ابو نواف انك تجيب لي اثبات اني بايع قصيده. علي انت تنازلت لعبد العزيز الفراج عن قصيده في النهائي المسابقه الشعريه شاعر الشعراء مقابل جيب لكزس. كذب. لا مو كذب. كذب يا ابو نواف، وهذا سؤال غث، لان في شهود على كلامي. انا موجودين من ضمنهم سعد بن شفلوت والمجموعه. نعم. كنا جالسين احنا في فلوبي. ايه طبعا عبد العزيز بيني وبين ميانا. بس انه اعطاك لكزس. يعطاني لكزس، هو اعطاني لكزس. اعطاك لكزس من وين يعني؟ من الهواء يعني؟ انا اقول لك وش يعني محبه لسواد عيونك. إيه كان عطى الشعراء الاخرين. شوف حبيبي بقول لك، بقول لك والله ما في دخان بلا نار. ابغى اقول لك شيء. طيب ما اعطاك سياره لكزس والله الا انك متنازل عن قصيدك، مع اني اعرف عبد العزيز صديقي وهو شاعر. لا وشاعر ما في حاجه. نعم. يعني عبد العزيز وهذا السؤال وهذا السؤال انا سالته. بس الكلام هذا استضفنا هنا ممدوح المسطح. اوكي، وقال هذا الكلام، قال انه علي سالم العتيبي تنازل او اعطى عبد العزيز الفراج قصيده الحلقه النهائيه ومقابل جيب لكزس، صح ولا لا؟ أتحدى. يا اخي اعترف وريحني. اتحداه. هذه بقول لك، ليش ما رديت على علي على ابو ممدوح المسطح في وقتها يوم قال؟ كلمتك ولا لا يا ابو نواف؟ كلمتني وقتها. اي نعم. جميل، لاني اقول كان في التباس خطا ولهم مساله. ايش الغلط؟ ايش اللي بس علم وضح لي. بقول لك شيء. انا اتكلم عن عبد العزيز، وكان قبل مزاين سبيع وبعد عديب. اي كان المثلقيات ذاك الوقت، وكنت يعني من باب الميانه اتكلم، وكان موجودين سعد من شفلوت والشباب. الشباب. ايه قلت انا اللي بفوز بالمليون، بس لك يعني هديه مني يا عبد العزيز، لك جيب اخليك تحضر مزاين سبيع على جيب. هذا هديه مني اقول بمناسبه الصحبه، اقول لاني اول معرفه لي مع عبد العزيز في البرنامج. البرنامج. ايوه طلع قايلها مزح ولا صدق؟ يعني لو فزت بتعطيه؟ والله لو فزت بعطيه. كفو. لان فيها حاضرين ناس. قال هو انا اللي بفوز وبتحضر مزاين عتيبه. بلكزس مني. بلكزس مني. انا نسيت السالفه هذه ونسيناها. والله اللي صار يا ابو نواف. ابو نواف. بعد ما فاز الرجل دق علي تليفون وقال اجني ضروري ابيك. والله انا حسيت ان فيه شيء يعني رايح من بالي اي موضوع اللكزز. اللكزز وموضوع دخل يا طويل العمر عند المعارض هذه، طلع سياره وحرم حرام تاخذه ولا احرق فيها، وفي شهود عليها بعد. نعم. الموجود. كفو والله عبد العزيز. هو كفو والله يستاهل، ولا هم الرايدين ان يستاهلون. نعم. يا اخي كل المرة. انا اشهد. بس هذا لا يمنع انك كتبت لك قصيده الحلقه النهائيه عشان كذا اعطاك لكزس. ابدا ابدا اتحداه، واتحدى اي واحد يثبتها. اتحداه يقول ان انكم في الخفاء عاملين الصفقه في الخفاء يا اخي. ما يقول ما شافوهم يسرقون، شافوهم هم يتقاسمون. عبد العزيز ما في حاجه علي سالم. عدى داري شاعر، هو شاعر يعني شاعر. ما احتاج. لكن احيانا الشاعر لما يكون عندي حلقه نهائيه انا مقفل مخي، واحيانا تصير معي. لا لا ابدا. علي اكتب. هو انا من كل ترى على فكره هالسؤال سالته عبد العزيز الفراج. إيه؟ في البرنامج. إيه؟ يعني مكانك كثير يعني سالوني الناس عنه لا ويجزمون انت اللي كان. يا اخي فيه شيء اسمه الشاعر. الشاعر يا ابو نواف. ايه انت شاعر وتعرف. نعم. انت تعرف نهج كل شاعر يعني. نعم. تعرف اسلوبه. اسلوب الشاعر. نعم. يعني تعرف اسلوب عبد العزيز الفراج. نعم. من قصيدته تقرا وتعرف اسلوبه. قلت يا اخو عندكم الناس اللي يفهمون الشعر يميزون. علي بصدقك عشانك، عشان عندنا فاصل، ابي اسمع قصيده صدام. تحافظ منها شيء؟ حافظها. ايه قلها. وقصيده صدام. صدام يا طويل العمر، وانا طبعا يزعلون علي. هذه القصيده اللي اخرجتك؟
من شاعر الشعراء من المسابقة. ما خرجتني لكن قلت أنا. إيه. قلت مباشر. وبالتالي يعني خفت. خفت إنه يصير شيء. نعم. وبعدين صدام طريقة إعدامه يعني. هو ما في إعدامه، أنا قال القصيدة في أول ما ألقوا القبض عليه. إيه. طيب. ما في الإعدام، لأن الإعدام خلاص مات شريف، مات شريف يعني قدام العالم رجل مات شريف شهيد ما حد يقدر ينكر هذا، ومات على يد أعدائه. نعم. نعم نعم. وهذا إن شاء الله إنه ولا إن شاء الله إنه يشفع له يعني. نعم، وأمره بين يد ربه. أنت ربه يعني، ما حد يقدر يحكم له. ما حد يقدر يقول والله إنه كويس أو سيء، وإنه بروح النار ولا بروح الجنة، هذا أمر بين يد الله. عموما سمعني القصيدة يا علي. أقول يا عين، وأنا فعلا من الناس اللي بكاء. نعم. بكيت والله صادق أو. كفو. إي والله إني صادق، رغم إنه عدو شريف. عدو شريف. نعم. عدو شريف. نعم. صدام حسين. أنا أفضل عدو شريف ولا صديق خائن. ولا صديق خائن. نعم. طيب اسلم. أقول يا عين، والله لو بكيتي صدام. يا عين والله. لو بكيتي صدام ما هو بعيب. ولا رهاب وجريمه القائد اللي كان في الحرب مقدام اليوم سحب مثل سحب البهيمة غبن وقهر يبقى على مر العوام زبن قدام يفرح خصيمه ولا وقف ميقاف صامل للأخصام الموت في بعض المواقف غنيمة راح العراق ونظرة الغرب للشام نظرة عداوة في طرفها ظليمة تحالف ضد العرب روس الجرام وحكامنا كل ضرب له خريمة يا قادة الأمة ويا روس الإسلام الذل خيم والمصيبة عظيمة متنشب النار وغز الإعلام للحرب والأعمار ما هي مقيمة حنا عرب لقيل قدام ونفوسنا دائم عزاز وكريمة ناطة على روس الأفاعي بالأقدام حتى ولو أن العواقب وخيمة هم رفعنا الذل عن كل منظام ولا نموت ولا رضينا الهزيمة يهزنا دم على رامل وليتام والله خلق فينا قلوبنا رحيمة يا قادة الإسلام وأصحاب الأحكام وأهل الأمر فينا والأرية السليمة هم من هضوا ولا قطعوا بث الإعلام ولا أعلنوا ما فيه نخوة وشيمة ونسج نطول الليالي والأيام لو كل طعنت في الصميم لو كل طعنت في الصميمة. الله صح لسانك حبيبي، الله يعطيك العافية. قصيدة كثير كثير رائعة. الله يعافيك. ماني مستغرب التصويت. علي في قصيدة غزلية نختم فيها الفاصل الثاني. والله ما حضرني أبونا. والله. إي والله. طيب حناخذ فاصل ونواصل حوارنا أعزائي. ناخذ فاصل ونواصل حوارنا مع الشاعر علي سالم.